اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم التي نواكب فيها الصالون الدولي للكتاب في قصر المعارض بالجزائر العاصمه. نحاول ان نناقش وان نحاور في حلقه اليوم حول ماذا يقرا الجزائريون وهل هم يقراون اصلا وما هي اهم المؤلفات واهم المواضيع التي تحظى باهتمام من طرف الجمهور جمهور معرض الجزائر الدولي للكتاب مع كل من الاستاذ خوجه لرقة الكاتب والباحث أهلا بك أستاذ مرحبا, مرحبا. وأيضا الأستاذ رابح محمودي وهو عضو لجنة الثقافة بالمجلس الشعبي الوطني وهو ناشر سابق أهلا بك أستاذ أهلا بك مرحبا شكرا على الدعوة شكرا أهلا بك أستاذ رابح محمودي ربما أنت عندك يعني علاقات ونشر وعندك ماضي في النشر وأنت ربما حاضر في في المعرض بشكل ما يعني وش أهم المواضيع وش أهم الكتب اللي يقبل عليها الجزائريين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين وبعد يبدو لي أن الكتاب الديني ما زال هو الرقم واحد في المعرض الدولي أو الصالون الدولي للكتاب الذي تستضيفه الجزائر كل سنة بالإضافة إليه هناك كتاب الطفل نرى اهتمام نوعي من خلال القارئ الصغير الجزائري لاقتناء هذه النوعية من الكتب من قصص من ما يسمى أو ما يطلق عليه بأدب الطفل هناك كذلك نوعية أخرى أو صنف آخر وهو الكتاب التاريخي الذي طفح إلى السطح وأصبحت شريعة واسعة تهتم بهذا الكتاب صحيح خاصة فيما يتعلق بتاريخ الجزائر بقضايا الثقافة بقضايا الهوية وما إلى ذلك والصراع خلينا يعني باش نناقشو احنا وحدة وحدة قضية الكتاب الديني في الجزائر أو انتشار هذا الكتاب والإقبال الكبير عليه ما يطرحناش مشاكل وإشكاليات أخرى تتعلق ربما ما يصفه البعض أن السلطات تحاول أن تعطي شخصية مذهبيه للجزائر في مقابل ذلك هذه المؤلفات راهي تجينا من مذاهب اخرى ليست مذهبنا المالكي بالضروره. يجب ان نفصل بين المقدمه والنتيجه او الحكم. <applause> كما يقول المناطقه. اسمح لي نقول لك بان كل البلاد العربيه وغير البلاد العربيه حتى البلاد الاجنبيه كلها تستورد الكتاب الديني. سواء في معارض يعني أو في غير المعارض وتستورد الكتاب الديني الذي يخالف مذهبها مثلا عندما تذهب الآن إلى السعودية تجد من من كتب الفقه المالكي ما لا ما, ما لم نراه هنا في الجزائر عندما فيه إقبال؟ نعم فيه إقبال في مصر لما تذهب إلى مصر تجد من الفقه المالكي ما لا تجده هنا في الجزائر بلاد الفقه المالكي لما تذهب إلى سوريا تجد من الكتاب المالكي ما لم تجده هنا رغم أن مذهبها مذهب حنفي إذن المشكلة ليست مشكلة استيراد كتاب وإنما ماذا قدمنا لمذهبنا هذا السؤال المطروح <applause> هذا هو الذي يجب أن يطرح <applause> أنت الآن عندما لا تخدم مذهبك ماذا يحدث حينئذ؟ الطبيعة تبقى الفراغ ايوه بارك الله فيك الطبيعه تابى الفراغ فياتي الشافعي فيملا فراغك وياتي الحنفي فيملا فراغ وياتي الحنبلي فيملا فراغ حينئذ انت تبدا في الصراخ تقول لقد غزونا او لقد قاموا بغزونا في بيوتنا بهذه الكتب نعم. المستورده اذا الاشكال ليس اشكال من طرح بضاعته عليك وانما الاشكال فيك انت خلينا نطرح هذا الاشكال استاذ خوجة رقم اذا مثل ما قال الاستاذ رابح محمودي هو المشكل هو ليس في هذه دور النشر أو هذه الدول التي تصدر كتبها وانتاجاتها المختلفه في الجانب الديني بل نحن من نفتح الابواب وتركنا فراغا في قضية التأليف وفي قضية الاجتهاد وفي قضية يعني خدمة هذا المذهب بالجانب الكتابة بارك الله فيك ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني فقه قولي بداية أشكركم على الاستضافة سيالي وأحيي النظارة الكرام أهلا بك هو الحق في البداية ربما نحر الإشكال احنا راح نديروا مقاربة للموضوع بعقلية شمولية <applause> إحنا يظهر لي ساعة ساعة ندعو إلى الديمقراطية والحرية وحق الإنسان في, في الاطلاع على مختلف الأفكار ولكن على مستوى الممارسة نناقض هذا هذا الشعار هذا ترك الأفكار لا يمكن أن تمنعها من الدخول إلى الجزائر الأفكار أيا كانت الفكرة هذه عندنا عندنا الفكره الالحاديه موجوده في الجزائر عندنا الفكره الوجوديه عندنا الفكره التروتسكية عندنا الفكره كل الافكار موجوده في الجزائر ما كل... الناس في معرض كل... كتابي استاذ كل... الجانب الديني لا بأكبر انت... يحظى باكبر أنا اهتمام الان انا نتكلم الان على المقاربه الرسميه للموضوع وقاربه خاطئه من اساسها ثم هي غير دستوريه هي غير دستوريه من حيث الدستور يعني كيفاش انت تدعو الى الحريه وتدعو الى التعدد وتؤمن بالتعدد وثم تقول تقول نمنع دخول كتاب المذهب فلاني ولا كاين الخط الاحمر الذي لا ينبغي يا استاذ هذا الامر نكمل برك نكمل برك نكمل برك هذه الوحده هذه نكمل برك كاين واحد الخط الاحمر دعاه الافكار والمذاهب والمنظومات الفكريه هذه خط احمر ما لازم يتجاوزوه وهو محاوله فرض الافكار تاعهم بالقوه. خارج هذا الامر هذا كل الناس احرار في ان تسوق لافكارها ثم مثل ما تفضل الاستاذ رابح حقيقه كلام وجيه اذا اردت ان 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 تحصن بلدك ان تحصن شعبك عليك ان تقدم عليك ان تستثمر ما تقدرش ما تقدرش تحصن بلادك بالمنع. المنع خاصة الآن رانا العالم ولا قرية العالم صحيح. مستحيل تمنع تمنع دخول الأفكار ما يجيكش في المعرض يجيك عبر الإنترنت يجيك عبر الإنترنت ففي الحقيقة هي مقاربة خاطئة خاطئة للموضوع وهي تسوغ الفشل وتسوغ اللامسؤولية عند نعم يناقشك البعض يا أستاذ يقول لك أنه قضية الكتاب والكتاب الديني بصورة خاصة هو ليس فقط أفكار بل يتعلق بشكل ما بالأمن القومي بعض الدول شهدت فتن شهدت صراعات يقول لك انه هذه الامور هذه المؤلفات هي السبب فيما تعيشه الان وربما نحن جربنا عشريه سوداء يقول لك انه هذا الجحيم ونار الفتنه ونار الحرب اللي كنا فيها ونار الارهاب اججتها مثل هذه المؤلفات قبل حوالي بارك الله فيك السؤال وجيه جدا يعني قبل حوالي شهرين يعني شاركت في في ملتقى حول الامن الفكري. مهم جدا وقدمت مداخله ولكن قبل المداخله حاولت ان ابحث في موضوع الامن الفكري. الامن الفكري ما عنديش مراجع متعلقه بهذا الموضوع هذا قلت ينروح نروح للشبكه العنكبوتيه العام جوجل بدات بالمواقع الفرنسيه بالمواقع الغربيه. فلم أجد أثر لهذا الإشكال، لهذا الهاجس الذي تحول إلى غول، ولكن وجدته في المواقع العربية وتحديدا المواقع السعودية. فالأمن الفكري هو هاجسنا في اعتقادي هو هاجس الأنظمة المغلقة. فمن أجل أن تضيق تضيق على الرأي المخالف والفكرة المخالفة تحاول أن تخلق هذا البعبع هذا نظرية المؤامرة والأمن الفكري إلى آخره ما كاش أمن فكري كما قال الأستاذ رابح أنت الذي تصنع أمنك الفكري تصنعه بـ بـ بتوجهاتك باختياراتك باستثماراتك هذا هو الذي يصنع لك الامن الفكري بإشباعك للسوق لنهم قرائك بمؤلفاتك احنا نحكي على 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 الكتاب الديني في الجزائر نادر يعني نادر الواحد السؤال اسال نفسك لماذا لا تشجع الناس على على نشر هذا الكتاب لكن, لكن, لا لكن يا أستاذ البلد. بعض الكتب تحمل أفكارا يعني مدمرة. هنا أني قلت لك شوف و... الخط. وأيضا أنه لما تقول شوف. أنه الحرية شوف. وعدم الإنسياق خلف الغلط شوف الخط شوف ال... أني قلت نعود لك الخط الأحمر الذي لا ينبغي تجاوزه هو محاولة فرض القناعات على الآخر بالقوة هو آه آه هو توظيف شراء الذمم في في تسويق الافكار مع مع ما عدا هذا الناس احرار في ان تسوق ما تشاء نعم وان تتبنى ما تشاء اذا قلنا الناس ليسوا احرار رانا نسقط في الـ في الـ في المنطق الشمولي بشعارات اخرى نعم استاذ رابح محمودي وانت عضو في لجنه الثقافه بالمجلس الشعبي الوطني اهم المؤلفات التي ربما يعني مندرجه ضمن التاليفات المؤلفات الدينيه التي تم رفضها من طرف الرقابه. انا لست عضوا يعني بالمناسبه، لست عضوا في في لجنه الرقابه. لكن توصيكم يعني اصداء، توصيكم انا شخصيا لا اريد ان ادخل في هذا في هذا لانني ضد فكره الرقابه. انا ماشي مع الطرح الاستاذ اننا لا نراقب الكتاب لكن يا استاذ فقط خلينا خليني اني أخ... يعني جايك يعني المواطن قد يقول لك وانا نتكلم بلسانه طبعا بعد استئذانه طبعا انه لما يكون في عندك مؤلفات تدعو الى التفرقه بين الجزائريين مؤلفات لو تقراها تجد انه معظم الجزائريين حسب ذهن هذا اللي الفها هم من الكفار ومن الخارجين عن الدين والشعب الجزائري شعب متدين ولا احد يزيد عليه كيف يعني نسمح لهذه المؤلفات وننشرها ونستقبلها ونخلي هذوك اللي جاوا بها في الفنادق وندفع لهم يعني التكاليف كيف يعني نسمح بهذا التكفير وبهذا الاقصاء أه، استاذ علي م -م. أه، يعني نحن اكثر غيره من الله عز وجل الله عز وجل جعل معارضه في كتابه العزيز وهي معارضه الشيطان رفضه او امتناعه للسجود لسيدنا ادم كذلك حرصه على غوايه الانسان وما الى ذلك فهذا كتاب الله وهو كتاب نستطيع ان نقول هو كتاب منفتح فما بالك, بالك بالكتب الاخرى هذه مسألة الاولى اثنين انا الان لما اصنع فضاء ثقافي وفكري منفتحا اناقش جميع الافكار انا اسالك هل منع لجنه الرقابه للكتب هذه المتطرفه منعت الشباب الجزائري من دخول معارك خارج غير معركه الجزائر لم تمنعهم وجدنا جزائريين موجودين في مع داعش مع القاعده مع ذا من اين اتت هذه الافكار اسمح لي لكن الحمد لله أن الجزائريين هم من, 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 من اقل يعني الشعوب اللي سقط امام هذا عليش الفكر معليش معليش اني جايك منين جات؟ جات من النت من, النات من الشك الشبكه العام القنوات الفضائيه القنوات الفضائيه وما الى ذلك انا اعطيك مثال خذ مجتمع كان المجتمع العربي اللبناني مجتمع منفتح تجد كل الكتب بما فيها الافكار افكار داعش لكن كونهم انه مجتمع منفتح يناقش جميع الافكار لان العيب ليس في وجود الفكره وانما العيب في عدم مناقشتها في ايجاد طابوهات طابوهات هذه الطابوهات من شأنها ان تخلق لنا وال... مثل هذه التوترات والممنوع مرغوب وكل ممنوع مرغوب، نعم، هذا م. هذا صحيح، فالاولى اننا ننفتح على جميع الافكار والمذاهب ولكن ان نحصن، ان نوجد المناعة الفكرية للمواطن الجزائري، من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب، من خلال الفضاءات الاعلامية، من خلال الفضاءات الثقافية والفكرية وهي كثيرة ومتعددة لو نستغلها انظر مثلا الجزائر أه تملك أكثر من ألف مركز ثقافي هنا على التراب الوطني لا يوجد ولا مركز مفعل ولا مركز أنا أقول ولا الآن ربما تحدثت ربما عما نستورده من هذه الكتب لنتحدث عما يؤلف هنا في الجزائر واقع تأليف في المجال الديني أولا من يؤلف في هذا المجال ثانيا كم كمية ما ننتج ونوعية ما ننتج من كتب هناك ما يطبع خاصة هنا في الجزائر أغلبه دراسات في المجال الديني أغلبه دراسات أي دراسات جامعية يعني أطروحات سواء كانت أطروحات ماجستير أو الدكتورة أغلب ما يكتب نادرا ما نجد كتابا حتى الكتب التاريخية الاطروحات الأكاديمية تكون نخبوية ما تستهويش يعني للمواطن العادي أو بعض الأحيان ما يقدرش يقرأها ويستوعبها بالشكل لازم لانه ببساطه لانه ببساطه لا البيئه الجزائريه نستطيع ان نقول خنقت المثقف المسلم لا يوجد عندنا مثقف مسلم ما فيهش. مثلا تذهب الى مصر تجد هذه النوع تذهب الى تونس تونس فقط تجد كثير من المثقفين الاسلاميين نسميه لك صلاح الدين الجورشي فلان يعني القائمة طويلة لكن هنا في الجزائر هذه من ناحية من ناحية الثانية المثقف لكي يولد لكي ننتج مثقف الغرب أنتج طارق رمضان الغرب أنتج لنا طارق ما ظاهرة اسمها طارق رمضان نعم. الآن احنا هنا في الجزائر الفضاءات الثقافية وحتى الدينية لم تستطع أن تنتج هذا المثقف الذي يكتب لعوام المواطنين نعم خلينا نسمع رأي الأستاذ خوجة رقم قضية التعليف الديني هنا في الجزائر هو, هو احنا يجب أن نسجل واحد الأمر متعلق احنا <applause> بالجزائريين خصوصا وأهل المغرب عموما احنا تقدر تقول عندنا نعاني من حالة اغتراب لأنه أنت تتكلم مثلا على بعض الكتاب الآن المشارقة هم رو... هي رموز مصنوعة صنعت صنعت من من طرف من طرف الرسميين من طرف من طرف ودخل الملايير ودخل الملايير كما قال الاستاذ رابح احنا المشكله انه احنا هنا المثقف خاصه المتمسك بال بالخصوصيه الجزائريه لا سيما ما تعلق بالبعدين الاسلامي والعربي هو مغلق عليه ومضيق عليه درك مثلا لو يجي مثلا واحد واحد يدير كتاب في في في, في, قراءة في الدين أنا ما نقولش الكتب الدينية نقول الكتب اللي تقدم قراءة في الدين وجهة نظر وجهة نظر هي يعني <applause> مقاربة في الواحد لو لو يجي واحد ربما ربما شكون شكون انت اول سؤال يطرح من انت؟ شكون انت؟ ولما يكون هذا مش مشرقي ومش من هذه الاسماء المعتمده من المشرق دائما يشوفوا له بنظره استصغار في حين من انت حتى تخالف ذلك الشيخ الكبير في المشرق في حين في حين انه القراءه الموضوعيه ل لتاثير هذه المنطقه في الحضاره العربيه الاسلاميه عندها رصيد كبير يعني احنا الان نتكلموا على ما عندهاش بزاف مالك بن نبي ذكرى وفاه مالك بن نبي الان تقريبا باجماع مالك بن نبي يعتبر اكبر مفكر في العالم العربي في القرن العشرين طيب واش هي مكانه مالك بن نبي في الجزائر الرسميه ولا الشعبيه باش ما نغلطوش حتى حتى الجانب الشعبي المرتبط بالنخب في يوم ما مالك بن نبي اعتبر ما ما عندوش علاقه بالاصول وما عندوش علاقه بالواحد اما السلطه اعتبرته اليسار اعتبره رجعي رجعي اصولي وال والاسلاميين اعتبروه ماهوش اسلامي وماهوش يعني ما لقاش ما مشكين في اي احنا احنا عاش هو مش 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 هو اللي نضر احنا نضرينا لانه لانه الشعوب الاخرى استفادت من افكاره اي ما استفاده استفادوا منه الايرانيين الماليزيين الايرانيين الشيعه المراجع الدينيه الشيعيه استفادت من كتاباته لا سيما كتاب كتاب شروط النهضه جعل كون كارونتناف جعل كوم يدرس في الحوزه العلميه لقم وتسبب في سجن المرجع الشيعي الذي ادخل هذا الكتاب الماليزيين كيف استفادوا من افكاره الحكام الحاليين الان في تركيا صحيح. استفادوا بكثرة من أفكاره ولكن احنا لأنه احنا نعاني حنا بالجزائريين قلت لك والمغاربة عموما نعاني من حالة الاغتراب في حين أن إسهام الجزائر الآن مثلا محمد أركون مه. محمد أركون رغم ما يقال يعني حقيقة يطرح طروحات مستفزة ولكن تقريبا محمد أركون سيرت له كما مالك بالنبي صحيح. يعني في الغرب محمد أرك أركون في الغرب يعتبره أصولي اصولي متطرف ونحن, إن ونحن يعني نعتبر نعتبره ممارق نعتبر متغرب يعني مش متغرب خارج عن الواحد هذا حقيقه عنده عنده طروحات مستفزه عنده قراءات انا برسونالمون ما, ما ما قدرتش لحد الان لم استوعبها باش ما نقولش ما نقولش حاجه اخرى ولكن انا حبيت نشير لواحد المساله استاذ علي انا في اعتقادي مفصليه يعني. إحنا كي نتكلموا على, التكف على, التكف على التكفير التكفير هو حكم قيمي انا انا مثلا نقول لك انت كافر اسمح لي يا. انت كافر <applause> معناه انت لا تؤمن بالله ولا تؤمن برسوله ولا تؤمن بكتابه <تصفيق> <تصفيق> هذا ما هوش, ما هوش ما هوش غير مدعاه باش قال فلان ما هي المشكلة. لكنه لما يرتبط بالدم يرتبط بالرصاص لي. يرتبط هذه هي ما ما, يت ما يترتب على هذا الحكم القيمي المرتبط بالتكفير لما صحيح لما الذي نكفره نقتله الاشكال وهنا الاشكال وهنا نراجع موقفنا من الذي نعتبره كافرا اما نقول له هذا كافر يعود يقول انا كافر وجادلوني يقنعوني بلي انا مانيش كافر خليه باش نخرجوا لانه هم يحبوا يديروا هذا الاشكال برك واللي يقول خائن تخوين تخوين اللي يحكم على الناس بالخيانه على بالك واش معناه اللي يحكم على بالخيانه <applause> الخيانه العظمى والخيانه يسجن وربما يقتل واللي يحكم مع... واللي يحكم على الناس بانه رجعي و... ومتخلف هي هي الاشكال مش مش في الاحكام القيميه الاحكام القيميه اصدر الحكم الذي راح هذه خطوه مهمه ربما راح يعلق عليها الاستاذ رابح محمودي وسوف نتحدث ايضا عن الكتب الاخرى كتاب سياسي والكتاب التاريخي هل فيه اهتمام يعني بهذا الجانب خصوصا انه ربما انه الاخبار اللي جاءت من معرض الصالون الدولي للكتاب تتحدث انه السفراء الاجانب في الجزائر تركيزهم كل التركيز على تاريخ الجزائر يعني تستهويهم هذه الاسماء هذه الوجوه الكبيره في الجزائر هل فعلا الشباب الجزائري بدا اليوم يستفيق ويبحث في هذا المجال لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدي الكرام الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من حصه البلاد اليوم التي نناقش فيها اهم ما يعرض في الصالون الدولي للكتاب وهذا مواكبه منا لهذا الحدث الثقافي المهم في بلادنا وبطبيعه الحال يحضر معي كل من الاستاذ خوجه لرقم الكاتب والباحث اهلا بك سيدي مره اخرى وايضا الاستاذ رابح محمودي وهو عضو لجنه الثقافه بالمجلس الشعبي الوطني وبرلمان و... و... وناشر سابق اهلا بك سيدي استاذ رابح محمودي ربما كما قلت في الفاصل انه من اهم الامور من اهم المؤلفات واهم ما يعرض في الصالون الدولي للكتاب هو الكتاب التاريخي والكثير من الناشرين تحدثوا عن اقبال ملحوظ وكبير لفئه الشباب بالجانب التاريخي ولما يؤلف التاريخ طبعا احيانا مؤلفات تتناول قضايا تاريخيه او مراحل تاريخيه بعض الاحيان تؤرخ او حول شخصيه تاريخيه معينه السؤال المطروح ما سر هذا الاهتمام الشبابي بالمؤلفات التاريخيه خلال هذا المعرض اولا الاهتمام هذا ليس وليد الساعه وانما هو اهتمام له اكثر من عقد من الزمن ويعود السبب في هذا الاهتمام بالدرجه الاولى ان الكثير من المثقفين الشباب يريدون الاطلاع على الكثير من القضايا التاريخيه المتعلقه مثلا بالثوره الجزائريه والخلافات التي كانت موجوده انذاك بين قاده الثوره لانهم كانوا يسمعون عن خلافات مثلا المرحوم عبان رمضان عبان رمضان مع مثلا مع بوصوف او او مثلا خلافات كريم بالقاسم مع مثلا قاده الثوره الميدانيين وما الى ذلك هذه القضايا يعني هذه التاريخ في عنصر الجدل الذي يجذب في عنصر جدلي في عنصر تشويق فالانسان يريد ان يبسط هذه القضايا بحثا وتدقيقا ليصل الى الحقيقه او القناعه التي يطمئن إليها ولا يعتمد على الروايات الشفهية أو ما لقنا له في المدرسة لكن يقول لك البعض أن قضية الخلافات وقضية يعني الكواليس وقضية ما كان يحصل ربما في الصفوف الخلفية أو في الغرف المغلقة خلال الثورة التحرير المجيدة تناوله الكثيرون يعني منذ الاستقلال بدأت الكتابات بدأت يعني بعض الأحيان المؤلفات يعني ضد التيار لكن هذه المرة لماذا الاهتمام ب وخالفك أخ... الرأي في هذه المسألة أنت تعرف منذ الاستقلال إلى غاية آآ... 89 فيفري 89 يعني غادات الإعلان عن التعددية الحزبية كان هناك حكم الحزب الواحد وحكم الحزب الواحد ومنع كل ما يخالف الرواية الرسمية كل ما يخالف الرواية الرسمية بل كان لا يطبع أي كتاب يخالف الرواية الرسمية خذ كتب آآ عن آآ أبو الحركة الوطنية مصالي الحاج مصالي الحاج نعم أه كانت تمنع عنه يمنع أي كتاب عن مصالي الحاج مجرد أه تأريخ للحركة وكان الوطنية. يتناقلها طلبة الجامعات سرا نعم وكان مم. طلبة الجامعات وكل من يتناول موضوعا حول مصالي الحاج أو حول حركته النضالية يوضع عليه علامة استفهام هذا الطالب هذا إلى أي شيء يريد أن يصل في حين ان هذه الكتابات كانت موجوده عند جيراننا او في الدول الغربيه لكن بعد الانفتاح راينا كيف ان كثير من قاده الثوره كتبوا مذكراتهم وتعرضوا لمثل هذه القضايا الخلافيه ولم يحدث شيء في الجزائر لم نرى شيئا حدث في الجزائر يعني لم تسبب توترات اجتماعيه او سياسيه او ما ذلك وانما كل ما جرى عبارة عن نقاشات فكرية يعني فكرة أهم, أهم الشاب الجزائري اليوم هو في المعرض يحب يعرف الكواليس يحب يعرف ما لم ينشر من قبل يحب يعرف ما تم يعني وضعه في الظلام في فترات سابقة فضولي الإنسان فضولي بطبعه الإنسان فضولي بطبعه هذا جانب السبب الثاني الذي أريد أن أذكره وهي مسألة الهوية الجزائرية أه يعني اسمح لي نقول لك نحن أه عندما نتكلم عن الإسلام وش هو مفهومنا للاسلام؟ لما نتكلم عن العربية وش هي مفهومنا للعربية؟ لما نتكلم عن السيادة الوطنية وما هو مفهومنا للسيادة الوطنية؟ يعني ما زال الجزائر يطرح من نحن؟ من من نحن؟ فيجد مثل هذه الاجابات من خلال البحث التاريخي، من خلال تقصي الحقائق التاريخية، من خلال الوقوف على الحوادث من صنعوا الثورة، ماذا كانوا يريدون للجزائر أن تكون؟ أنت... كيف كان تصورهم؟ نعم فهذا هذا كذلك سبب او رافض اخر الذي يبحث عنه القارئ الجزائري نعم استاذ استاذ خجل قب... اذا عرض لنا الاستاذ رابح محمودي قراءته ورايته يعني حول الاهتمام الشبابي في الكتاب التاريخي انت كيف تقرا الموضوع اولا يعني تقييم عام ان جد شاب جزائري في العشرينيات من العمر يهتم بسير لكبار ربما البعض كان يعتبر انه هو صغير على هذا الاهتمام بهذه المواضيع آه شكرا على هذا السؤال قبل ان اجيب على السؤال هذا بيان نلفت الانتباه لواحد لواحد المسائل يعني آه الشعوب التي لا تعتز بنفسها كما الافراد لا يمكنها ان تفعل شيء الفرد يجب الفرد باش يسجل حضوره ويتفوق في الحياه يجب ان يبحث عن مواطن القوه فيه وكذلك الجماعة وكذلك الشعب. اليابانيون يعتبرون انفسهم ابناء مفوضي السماء، مفوض السماء في الارض. هذا هو التصور الياباني لنفسه. هم ابناء مفوض السماء في الارض. وعليهم ان يتولوا امر الارض نيابه عن مفوض السماء. كذلك الصينيين، كذلك اليابانيين، الهنود يعتبرون انفسهم الشعب الاذكى بين شعوب المعمورة <applause> الفرنسيين يعتبرون أنفسهم بلاد التنوير والحداثة الأمريكان يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار الجديد بعد أن تخلى شعب الله المختار القديم عن مهمته اللي هما اليهود اليهود ما نهضروش احنا ننتمي الى العرب والمسلمين كنتم خير امه اخرجت للناس خلينا الان نتكلموا على الخصوصيه الجزائريه <applause> عندها علاقه بالموضوع <applause> الجزائري في ملحمته ضد المستثمر الفرنسي أنجز معجزة حقيقية لأن الأوروبيين الغزاة الأوروبيين أنا أقول الأوروبيين ولا أقول الفرنسيين لأن الجزائر دخلوها كل الأوروبيين الإيطاليين الإسبان السويسريين الفرنسيين الألمان كلهم وغزو الجزائر كان يندرج في النفس الذي أعطاه هو هزيمة المسلمين في الأندلس هو النفس الثاني هو النفس الثاني يعني حبوا حبوا لأنه الجزائر أدت دور محوري في الصراع بين الخلاف بين الدولة العثمانية وأوروبا كان الجزائري مستهدف تحديدا علاش علاش مش مغرب وعلاش مش ليبيا وعلاش مش مصر, مصر لانه الجزائر كانت بمثابه وزاره الدفاع المكلفه بحمايه وصل الجزائر المعركه مباشره لا بعد سقوط اندلس الجزائري كان مكلف بمواجهه بمواجهه الاوروبيين من صقليه حتى لجبل طارق معنى هذا غرب البحر الابيض المتوسط كان يتولاه الجزائريون ولما دخل الاوروبيين دخلوا الجزائر ما دخلوش بنيه استعماريه تقليديه دخلوا على اساس احلال شوف كيما راحوا ولهذا ربما حتى ربما حتى نرجعوا الاستاذ الموضوع اني اني راجع هذه برك نكمل هذه لأن هذه مهمة جدا هذه الجزائر الأوروبيين عندما دخلوا إلى الجزائر لم يدخلوها بنية الخروج دخلوها بنية البقاء النهائي في الجزائر مثل ما بقوا في الأمريكيتين وفي أستراليا وفي نيوزيلندا ومثل ما يحاول الصهاينة الآن البقاء في فلسطين, في فلسطين ومثل ما حاول الأوروبيين البقاء في جنوب إفريقيا وقد بقوا معناه الجزائر شكلت استثناء في كل بين كل الشعوب التي استهدفت بالاستثمار الاحلالي هي استثناء معناه إنجاز. هذا انجاز عظيم ويجب ان يجعله الجزائري مرتكزا لانطلاقتهم قوتهم قوة والتاليف في هذا التاريخ لا أستاذ؟ و... 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 وعلينا باش ناكد الموضوع هذا باش ن... نجعلوه مرتكز لازم يبرز معاناه الجزائريين مع الاستثمار لانه في الحقيقه انا على باله سيرة بانا اهتميت بالموضوع هذا لانه المشروع تاعي وعنده لانه احنا الحقيقه لم يسلط الضوء على معاناه الجزائريين الد... عندك الجزائر. مشروع مؤلف نعم مم. الجزائر المستقله لم تركز على معاناة الجزائريين لا سيما في الأربعين سنه اولى من احتلالها الجزائريين تعرضوا الى حمله اباده اشنع مما تعرض له الزنوج والهنود الحمر ومع ذلك استطاعوا التغلب على هدل... الارض والبشر كل شي... وكل شيء كل شيء كان كل شيء كان مستهدف سياسه الارض المحروقه تروح الهضاب العليا او تعتقد ان هذيك هي طبيعه الهضاب العليا سياسه الارض المحروقه أحرق كل شيء كل معالم الحياه. استاذ اليوم لما الشاب الجزائري يعود الى التاريخ هذا مؤشر هذا مؤشر ايجابي م -م. لانه بديت لك بها قلت لك لانه هذا مؤشر على ان الجزائري بدا يعود الى جزائريته يحمل معه تاريخه يحمل معه شخصيته ماضيه ثم بعد ذلك انا بعض الناس يقولوا يتكلموا على بيان اول نوفمبر يجب ان لازم بيان اخر يا رجل طبق لي بيان اول نوفمبر بيان اول نوفمبر لم يطبق. بيان اول نوفمبر ينص على اربعه محددات ولا خمسه، تقريبا زوج محددين غايبين. المحدد الديمقراطي والمحدد المرتبط بالمبادئ الاسلاميه مازال محل نقاش. ولكن المحدد الديمقراطي غايب. طبق لي بيان اول نوفمبر ولما نلقاو اختلالات فيه ولما نلقاو انه أه ما أه ربما البعض يقول انه لما نتناولوا أه احداث تاريخيه او شخصيات تاريخيه اسمح لي فقط استاذ بشكل ما او بوجهه نظر هذا ما دخلناش ربما في بعض الجدل الغير النافع حاليا اسمح لي اسمح لي إن هو 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 شوف سعلي. احنا ساعة, ساعه المبالغه ان في التهوين او التهويل احنا الذين قادوا ثوره التحرير هم بشر يخطئون ويصيبون ولكن العبره بمحصله الانجاز العظيم اللي داروه هذه العبره اما نتبعوا لهم عواراتهم لا خرط طالب زعامه ولا قتل فلان و... سي نورمال هذا ربما و... يدخلنا فيه هما رانا مؤلفات لا ومليحه ومليحه لانه باش تسحب عنهم صفه القداسه لأنه احنا احنا من بين المثالب تاع العرب والمسلمين ان ان السلف ان السلف جعلناه مقدسا السلف كل السلف جعلناه مقدسا درك رجالات رجالات ثوره التحرير والحركه الوطنيه ليسوا رسل لا يوحى اليهم ويخطئون العبره بالانجاز العظيم الذي انجزوه هذا هو الصح نعم استاذ هذا هو الصحيح. استاذ ربح محمودي كثيرة, كثيره هي المؤلفات اللي في جانب التاريخ احداث تاريخيه شخصيات تاريخيه لكن قليل هو النقاش حولها عندناش نقاشات عامة الكثير من المؤلفات أحياناً ربما وكأن الإنسان لم يكن بعيد عن المعرض يتصور وكأنه ولا مؤلف في التاريخ ولا أي إنتاج جديد في التاريخ لأن النقاش منعدم سواء نحن في الإعلام نتحوم المسؤولية كطبقات مثقفة ربما لا تناقش لماذا نؤلف وننتج ونعرض ونبيع ونقرأ ولا نناقش؟ أولاً أنت أثرت الآن موضوع جد حساس حساس يعني من ناحيتين يعني قيمة هذا المعرض بلا نقاشات بلا غير من حيث الموضوع ومن حيث آثاره ألا تعلم أن السجال الثقافي يزيد من المقروئيه داخل المجتمع تذكر لما كتب سعيد سعدي كتابه ونشره تهافت الناس عليه لا لكون انه كتبه سعيد سعدي وانما الجدل الجدل نعم الجدل الذي كان يحمله لما كتب العقيد علي كافي كتابه او مذكراته تهافت الناس عليها لا لكونها مذكرات علي كافي بل لما احتوت عليه من قضايا من تسليط الضوء على كثير من القضايا التاريخيه وما الى ذلك من المذكرات الكثيره والمتعدده الان لماذا هذه الكتب لا تناقش؟ هناك اسباب كثيره اسباب اولا لها علاقه اولا اسمح لي نقول هذا انا كنت صحفي سابق انت تعلم ذلك اغلب الصحفيين لا يقرؤون اسمح لي نقول هذا الكلام يعني مع احتراماتي ل لي... لا لا اذا كان هذا لي... واقع نقولوه إذا, اذا كان هذا واقع نقولوه ما بعدوش لا لا, لا يقرؤون المساله لا تتعلق فقط الا بالكتاب التاريخي حتى بالكتاب الثقافي العام هناك كتب كثيره جديره حتى الكتاب الديني على قلته في الجزائر انا نقول لك مثلا نعطيك مثال كتاب كتبه الدكتور محمد عبد النبي يرد فيه على احد كبار العلماء ومع ذلك لم تتناوله الصحافه، لا الصحافه الدينيه ولا الصحافه الثقافيه. فيه فيه في كل مركبات يعني النجاح والجدل والنقاش لكن مسراش هذا. لم آه نعم لم يتناول. آه هناك كثير يعني قلت السبب هو عدم اطلاع الصحفيين على ما ينشر واحده. اثنين عدم كذلك هناك دور نشر ما تتواصلش. لا تتواصل صحيح. مع مع الاقسام مع الصحفيين ومع الاقسام الثقافيه م. الموجوده في الجرائد او في القنوات كذلك نحن يعني لا يعني لا نكذب على بعضنا يعني نصارح بعضنا البعض القنوات الموجوده الحاليه الان لا نجد قناه مثلا مهتمه بالكتاب يعني على شكل بويون دو لا موجود او على شكل لسه هناك حصص ثقافيه كثيره حتى لا يعني لا نروج لها يعني ما نقوموش بعمليه وان كان الترويج للثقافه آه هو مسموح طبعا آه فنريد <applause> لقنواتنا ولصفحاتنا الثقافيه في الجرائد ان تتناول هذه المواضيع لا تقدم وربما وهذا وهذا تقديم الباهت الموسميه الكتاب. شوف حتى ما. احنا يعني هنا في الحصه لو لم يكن معرض الكتاب لما فتحنا مثل هذه المواضيع وهذا واقع نعم يعترف به. نعم، ولذلك لابد الان لابد ان نخفف من وطاه السياسي والاقتصادي لافساح المجال للثقافي لان يكون حاضرا في مثل هذه الموائد المستديره وما اكثر المثقفين شعراء، كتاب، ادباء، روائيين، مؤرخين، فلاسفه، نعم. علماء نفس. أنت، أنت تحدثت ربما عن المذكرات ربما مذكرات السي ربي يرحمه آه التي اثارت الكثير من الجدل، قضيه آه انه المذكرات كانت موضه معارض وصالونات الكتاب هنا في الجزائر لسنوات الماضيه، هذه السنه خفت صوتها يعني ما مذكرات يعني كبيره يمكن ان المواطن يقصدها. آه لماذا هذا الموضه راحت؟ يعني هل انه اهم الشخصيات يعني توفات وكتبت مذكراتها او ما كتبتش وحسم الامر؟ ام انه ربما السنوات المقبله يعني راه تجيب لنا مذكرات جديدة انا انا اتصور ان هناك طابع جديد من المذكرات ستراه الساحه الثقافيه ويراه يعني. عالم الكتاب الان انا اقول بان تاريخ الثوره نستطيع ان نقول اخذ حقه يعني الى حد ما وهو حقه كبير يعني نعم وحقه وحقه كبير م. لكن الفترات التي اعقبت مثلا مرحلة غادة الاستقلال هذه فترات لم تتناول في المذكرات وأغلب من كتب في مذكراته مر عليها مرور الكرام أنا منذ حوالي ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر جمعني لقاء بالأديب والمجاهد الكبير محمد صالح صديق الذي كتب مذكراته وصدرت عن دارهما <applause> هذه المذكرات انا توقفت معه في عده نقاط ومحطات تاريخيه الرجل لم يعني فضل مرور عليها مرور الكرام ولم يعطيها حقها لماذا؟ لان الكثير من ما يحبش يدخل في جدل وهو على قيد الحياه ايوه هذا هذا المحذور قائم عند كثير من ربما انه رئيس بن جديد الذي يعني رحمه الله اتم مذكراته لكن طلب نشرها بعد وفاته. بعد وفاته مثلا سيد احمد طالب الابراهيمي كذلك مر مرور الكرام على الكثير من القضايا والمسائل المتعلقه ما بعد الاستقلال وغيرها فأنا اتصور ان المرحله القادمه ستعرج على هذه الفتره فتره ما بعد الاستقلال استاذ خوجا مثل ما قال لك الثوره مهمه وحظيت باهتمام لكن ما بعد الاستقلال ايه هو هو احنا مازال لم ننتقل بعد الى الى دوله الى دوله تعطي تعطي الحق ل... لاي فرد بالتعبير على ما يعتقد انه صواب ووجيه ومفيد ما زال بعد يعني احنا خلاف ربما احنا ما نكون قارن روحنا بالاوروبيين في اوروبا يعتبروا يعتبروا في الغرب يعني عموما يعتبروا الفكره التي يتوصل اليها الباحث والمفكر والعالم تصبح ليس ملكا له هي ملك للمجتمع لانه يقول لك لولا المجتمع لولا المجتمع لما استطاع ان يتوصل الى تلك الفكره ومن ثم واجب عليه ان ينشر تلك الفكره مهما بدت شاذه ومستفزه مهما صحيح. بادت شاذه ومستفزه ولذلك تجد تجد الناس يكتبون تجد الاداري وان كان يعني فقط هنا استاذ قضيه انه في الغرب من ينشر وهو في السلطه وهو في الشان العام تكون كتاباته متحفظه وكتاباته فيها نوع من الخبث السياسي بين قوسين، لكن لما يخرج من السلطه يكشف الحقائق. هذاك هذاك يندرج في اطار وجب تحفظ درك انا الان راني في موقع المسؤوليه. موقع المسؤوليه هذه خلاني نتعرف على امور ما يتعرفش عليها واحد اخر. طبعا انا ما نقدرش ان ننقل كل شيء ولكن لما نخرج من 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 المسؤوليه واجب التحفظ هذا كيسقط علي تحرر من الطموحات ومن الحسابات السياسيه يسقط علي وتولي وتولي انا غير متهم بانه انا راني نصفي في حساباتي مع فلان ولا انا حبيت نلفت الانتباه لواحد المساله في اطار في السياق اللي كان يتفضل به الاستاذ رابح شوف الانظمه هذه الشموليه وشبه الشموليه واعتقد ان النظام الجزائري انتقل من 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 الحاله الشموليه الى حاله شبه شموليه بصودو <applause> توتاليتار حساسه الانظمه هذه حساسه ازاء الراي الذي يخالف منطقها ولهذا تعمل على حلق خلق حاله فراغ درك مثلا رمز رمز يعترف به ذكرنا مالك بن نبي مالك بن نبي تحدثنا عليه مالك بن نبي مفكر كبير ولكن كونه يخالف منطق السلطه انذاك عتم عليه أتم عليه فالأنظمة هي... وان كان ربما حتى يعني موضوعيين برب... ترد عليك يعني الجهات الرسميه تقول لك مالك بن نبي اقمنا عليه محاضرات سمينا عليه مدرجات آآ إيه يعني دلوق ويعني دلوق ويعني درك الجانب الاحتفالي الجانب الاحتفالي شيء يعني حتى حتى بوضياف ثانيه سموا عليه جامعات ومطارات مم. وبومديان كله وكريم بالقاسم ومنا الى اخره العبره هو ان تهتم بما يطرح الرجل فحبيت نكمل واحد الفكره برك ومن بعد تفضل هو هو الرمز الذي يبرز بغير اراده السلطه رمز غير مرغوب فيه الرمز يجب ان يبرز بإرادة المنفلت اه المنفلت هو منفلت مم. مم. هو يشكل خطر ويجب ان لا ان لا ان لا ياخذ مكانه في الساحه السياسيه والثقافيه بحيث تولي يولي رمز ويتعلق به به الناس هذه هذه لهذا تجد تجد ربما هذا من اهم اسباب من اهم اسباب غياب هذه النقاشات حول حول المؤلفات خاصه المؤلفات التي تثير درك مثلا محمد عبد النبي من محمد عبد النبي شكون هذا شكون سؤال من هو إنسان مغمور في نظر بقطع النظر على مدى جدارته وكفاءته وإمكانية أنه يفيد بقطع النظر ولكن هو إنسان مغمور <applause> إنسان مغمور نحن لا نشارك لا نشارك في أن هذا الإنسان هذا يولي, يولي مثل مثلا طارق سويدان ولا يولي, يولي مثل عائد القرني ولا مثل طارق رمضان, طارق رمضان ومنا. المشكلة أنه إحنا إحنا لا نصنع الرموز يعني باش نرجع الوجه من الاشكالات نتاعنا صحيح احنا لا نصنع الرموز اذا كان لا نصنع الرموز المشرق العربي يبدع في صناعه الرموز لا بل نقتلها احنا نقتل حتى حتى مشروع الرمز مشروع الرمز اذا اقتضى الحال نقتلو لانه ما ماهوش نقتلو مش معناه القتل القتل المادي المعنوي القتل المعنوي اذا اقتضى الحال نقتلو 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 لانه ما لازمش يكون رمز الا بغير ارادتي هذا هذا ونحن نتحدث عن غياب هذه هاد الفضاءات هذه ينبغي ان نستحضر هذا الجو السياسي العام الموجود واللي غالب السياسه تصنع تصنع الصالح والطالح تصنع تصنع الايجابي وتصنع نعم السن استاذ السن نعم استاذ, أستاذ في هذه انا برك فقط يعني من واجبنا اننا نتحدث عنه الطفل محمد فرح نعم نعم انت الذي فيه نعم <applause> الذي حاز على المرتبه الاولى الذي شرف الطفوله الجزائريه شرف طالع الجزائر 53 كتاب في سنه وكان يطرحوا الاسئله ويجيب بكل ثقه يعني طالعها فعلا مش فقط مر عليها مرور الكرام ماذا يعني هذا, هذا... ماذا يعني هذا <applause> ه هذا يعني هو جواب جواب أه... للذين يريدون ان يقتلوا المواهب للذين يريدوا ان يدفنوا يدفنوا الافكار الحيه داخل المجتمع الحياه تعيد دورتها كما ان للحضاره دوره فان للحياه الافكار دورتها ويمكن ان تخرج وتنبت افكارا جديده تحقق ما لم يحققه الأول بذكر الطفل الجزائري الموهبة والمفخرة الجزائرية محمد فرح يحيلنا هذا أستاذ إلى قضية الجزائر المواطن الجزائري العادي ربما تكلمنا في نقاش ربما نخبوي نوعا ما حول قضية الكتاب الديني والكتاب التاريخي اليوم المواطن الجزائري واش أهم شيء يحول بينه وبين الكتاب هل هو أنه ما ينتج فعلا لا لا يرقى الى تطلعاته او هو بعيد عن اهتماماته او يعلب او ينشر بالشكل اللي يكون هو بعيد عليه ام قضيه الأثمان الكتب يعني المواطن الجزائري لما تخيره بين وجبه طعام له ولعائلته ولا بين كتاب يروح هو الخيار الاول لا أنا أنا هذا هذا هذ الشق الأخير لا أختلف دم تماما لأنه هكذا آه يقول كذا خليني أنا الكتاب هو بعيد عن همي طيب م. درك أنا لهذه الفكرة أنا سأجيب إجابة موجزة آه القارئ تصنعه مؤسسات آه التنشئة الاجتماعية اللي هي الأسرة المدرسة آه الجامعة آه المجتمع الجمعيات آه المراكز الثقافية هذه ما تسمى او مصطلح على تسميته مؤسسه التنشئه التنشئه الاجتماعيه احنا الاسره كما تفضل الاستاذ وقال الاستعمار او الاستدمار الاولى نقول الاستدمار اتى على الاخضر واليابس كانت الجزائر نسبة القارئين فيها والمثقفين تصل إلى نسبة 80% بعد ما خرجت فرنسا اصبحت نسبه الاميه فيها 98% في هذه برسم الفرنسيين راهم <applause> يقولوا بان الاستعمار كان يشر الحضاره بين ندري اي حضاره نا. هذه هؤلاء اباؤنا مم. انت ماذا تنتظر من رجل امي؟ هل تنتظر من رجل امي او ام اميه ان تعلم ابنائها القراءه؟ يعني هذا بعيد بعيد، رغم ان كان اباءنا بي... كانوا حريصين على تعليمنا. كانوا يعرفوا قيمه وعلى... التعليم وان كانوا هم غير متعلمين. كونهم هم غير متعلمين. المساله الثانيه الاستاذ في المدرسه، اذا كان الاستاذ لا يقرا، فكيف ينتج لنا تلميذا قارئا؟ المنظومه التربويه اذا كانت غائبه فيها حصص القراءه والمطالعه. كيف يمكن أن تنتج لنا تلميذا قارئا الجامعات الآن البحوث بحوث والأطروحات فيها الكثير ما يسمى بالبلاجيا يعني كوبي كولي من الانترنت يجيب ويقدمها ك... صحيح ويقدم ما, ما فيش قضية مناقشة كتاب قراءة كتاب لا. تقرأ كتاب وتجي للحصة تلخصه شفويا وتناقشوا شفويا نعم ننتقل الى مساله اخرى واللي هي باش اجيبك على على الاشكال الذي طرحته هو غلاء سعر الكتاب انا نقول لك الكتاب ماهوش غالي علاش ماهوش غالي لسبب بسيط انا الان اقدر الكتاب بالحاجه انت الان اذا 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 كان الانسان القارئ يرى حاجته في الكتاب ليقوم كساح عقله ولكي يقوم استاذ فقط انا 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 معك في هذا يعني النظره التفاؤليه ويعني واللي فيها كثير من الامل لكن نخليهم كنت واقع الطالب الجامعي اللي يعني يعني المنحه الجامعيه 400000 4000 دينار وبعض الكتب يعني اضعاف مضاعفه لهذا المبلغ كيف يعني ممكن انه يشتري لا انا انا لا اتكلم عن الكتاب التخصصي يعني انا اتكلم عن الكتاب الثقافي العام، الكتاب الثقافي العام الان في الجزائر لا يتجاوز سعره 500 دينار الان هذا هذا الطالب الجامعي اساله كم ينفق على هاتفه النقال؟ ينفق على هاتفه النقال 1000 دينار عشان يعني عشان. علاش ما ياخدش في كل شهر 200 دينار وفي خلال شهرين يشري أه. نشري في نشري يشري كتاب يقرأه في, في, في نهاية الحصة في اقل من 30 ثانية ما الذي ينبغي أن نفعله حتى نرقي من واقع الكتاب في الجزائر يعني هذا المعرض خلينا نخليه بداية جيدة أو خطوة أولى نحو مستقبل أفضل للقراءة وللكتابة وللنشر في الجزائر أولا تفعيل مؤسسات التنشئة الاجتماعية ابتداء من الأسرة المدرسة وغيرها إيجاد الفضاءات الثقافية التي تنتج لنا مثل محمد فرح م. وتفرحنا وتفرحنا نعم م. ثالثا وهذا الأهم. نحن نعرف أن سلم القيم داخل المجتمع طغت عليه النزعة المادية على حساب النزعة الروحية. صحيح. أنا أمس اقتنيت كتاب اسمه الثقة لأحد الكتاب الأمريكيين. أتدري ماذا يقول مهي. يقول تبنى الحضارات بالفضائل الروحية تبنى الحضارات بالفضائل الروحية يجب أن نزرع الفضائل الروحية وعلى رأسها إقرأ ونحن أمة إقرأ, أمت أقرأ. أستاذ باختصار فقط اسمحوا لي فقط الوقت داهمنا في أقل من 30 ثانية كيف يمكن أن نرقي من القراءة أو من المطالعة في الجزائر وصناعة الكتاب عموما هي مهمة متعددة هي مهمة الفرد <applause> وربما افاض فيه الاستاذ الاستاذ ربح وهي مهمه الدوله ترك حنا محمد فرح لولا المبادرات تاع الامارات وزراء الامارات <applause> كيف يبرز محمد فرح الدوله مهمتها لأن الدوله في اطار توجه اقتصاد السوق مهمتها واش <applause> مهمتها المراقبه والتنظيم والتحفيز هذه مهمه الدوله في إطار اقتصاد السوق وفي اطار التحفيز هي تشوف ما هي ما هي القطاعات الاستراتيجيه ذات الاولويه في مرحله معينه. اذا شافت بأن المطالعه مهمه جدا باعتبارها توطن المعرفه وتفتح مدارك مدارك الانسان وتخليه مثقف اذا لما لا تشجع المطالعه؟ لما لا تنشئ جوائز لاحسن المطالعين؟ ونفتح, ونفتح وندير شوف كل الامم احنا تكلمنا على على التاليف ولكن لم نتكلم على على الترجمه يا استاذ علي وهذا مهم ربما سوف نعود ان شاء الله لان الوقت محدود لا لانه لانه, لأنه الامم الامم التي دخلت التاريخ باش المعرفه بدات بالترجمه نعم شوف بداوها المسلمين ثم الاوروبيين نعم ثم ثم ثم, ثم السوفيتيين التناقل والتناقل ثم ثم, ثم الصهاينه ####ثم الصينيين واليابانيين والآن الإيرانيين الإيرانيين م. أتدري يا أستاذ كم... والأتراك... كم. والاتراك, والأتراك حاليا نعم, نعم حاليا احنا الدوله غائبه في هذا المجال لانه الترجمه لانه الترجمه مهمه الدوله نعم مهمة هو موضوع كبير واعدكما اننا سوف نعود اليه ان شاء الله ربما لن ننتظر موسميه معرض الجزائر او صندوق الكتاب حتى نتحدث فيه موضوع المعرض والكتاب الديني والكتاب التاريخي والامور المتعلقه بالقراءه امور متشعبه ربما لا يكفي هذا الفضاء المحدود حتى نناقشها لكن اشكركما جزيل الشكر الاستاذ خوج على رقم الكاتب والباحث اشكرك ايضا استاذ رابح محمودي عضو لجنه الثقافه بالمجلس الشعبي الوطني وانت ناشر سابق وان شاء الله تبقى ناشر لاحق باذن الله. الله. اشكركم جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى ختام عدد اليوم من البلاد، اليوم خصصناه لمعرض الكتاب وواقع الكتاب الديني والكتاب التاريخي وامور اخرى حول عالم الكتاب. الى مواعيد اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.